كشفت تقارير عن استثمار داعش لملايين الدولارات في العملة الإلكترونية المشفرة البيتكوين. وفق معلومات حصل عليها مركز مكافحة الإرهاب، فإن التنظيم بدأ في الاستثمار بهذه العملات الكريبتو منذ عام 2014. يعتقد أن داعش استخدم العملات المشفرة ليدفع لمنفذي العملية الإرهابية في سريلانكا عيد الفصح عام 2014. يعتقد أيضا أن يأتي كل هذا مع التنبيه أن المنقبين عن العملات الرقمية قالوا أنه لا يوجد دليل على أن داعش نشط في استخدام البيتكوين. فالعملات الافتراضية قد لا تكون الطريقة الأفضل لداعش، فتحويل البيتكوين إلى مبالغ مالية ضخمة قد يكون صعبا ناهيك عن أنه يسهل تتبعها. على صعيد آخر، كشفت صحيفة بريطانية عن نية الادعاء البريطاني توجيه تهم جديدة لمقاتلي داعش الذين عادوا إلى بريطانيا بعد قتالهم في العراق وسوريا. وسيعتبر الادعاء البريطاني صور السيلفي أو غيرها من الصور التي التقطها مقاتلو داعش تهمة جديدة مستقلة عن التهم الأخرى. طبعا ويوجه الادعاء التهم للمقاتلين الذين نشروا صورا لهم وهم بجانب الجثث أو يحملون رؤوسا مقطوعة، وهو ما يعتبره الادعاء تصويرا للمعاملة لا إنسانية للضحايا. وبالرغم من عودة 400 من أفراد التنظيم إلى بريطانيا، لم تتم مقاضاته إلا 40 فقط. يرجع ذلك إلى التعقيدات في استرداد الأدلة من ساحة المعركة. من القاهرة ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. ماهر، كل سنة وانت طيب. ما الذي نعرفه أكثر عن هذه القصة، قصة صور السيلفي مع الضحايا؟ بعد التحية وكل عام وأنتم بخير. الصورة طبعا معروفة أنها خير من ألف مقال، يعني واستخدام داعش للصورة كان استخدام رمزي، يعني هو له رمزية كبيرة جدا. كيف يصور العناصر مثلا وهم يرتخون على نهر الفرات مع أسرهم، أو يصورهم في مرة وهم يقطعون رؤوس الضحايا، أو يصورهم وهم يستعرضون بالأسلحة ويركبون فوق الدبابات. هذه صور لها رمزية كبيرة جدا. واحد، إظهار مدى قوة التنظيم. ثانيا، أن التنظيم باقي ويتمدد. ثالثا، رعب وترهيب للضحايا وترهيب للعناصر الأخرى الموجودة. ثالثا، غير الترهيب هو هنا الاستقطاب. الاستقطاب كيف أنه يستقطب بالصورة، ومن ثم هذه العناصر كلها مجموعة تعتبر رمزية للصورة لدى تنظيم داعش. استخدام أي عنصر للصورة بهذا الشكل، هذا معناه أنه مدان بكل تأكيد، مدان لأنه يسير على نفس التأثير الدعائي أو استخدام الدعاية في التأثير على الآخرين وفي تنفيذ خطط التنظيم. دعني أستمع إلى ضيفي الدكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن. وأنت سيد الكريم مؤلف كتاب داعش إلى أين؟ كل سنة وأنت طيب. يعني هذه الصور ما قيمتها؟ البعض قد يقول لك إنها مجرد صور سيلفي. بالفعل هذه نقطة في غاية التعقيد. أحد الأسباب الرئيسية أن الحكومات الأوروبية رفضت عودة المقاتلين من داعش إلى بلدانهم هي عدم وجود أدلة كافية لدى السلطات الأوروبية، بما فيها السلطات البريطانية حيث أنا. والمشكلة الرئيسية، المعضلة الرئيسية، أن الصورة السيلفي لوحدها ليست كافية لإدانة هؤلاء المعتقلين، هؤلاء المقاتلين، لأن محامي المعتقلين سوف يحاولون الحقيقة يعني التعرض لهذه الصور على أنها ليست أدلة كافية تدين هؤلاء المقاتلين. ومن هنا يعني هذه الصور لن تشكل الدليل القاطع لدى السلطات البريطانية أو الأوروبية على إقناع المحاكم والحكام بإدانة هؤلاء المقاتلين السابقين.
يعني هي هذه النقطة المهمة، إنه إلى أي مدى قد تكون هذه الأدلة دلائل أو دليل إدانة لتنظيم داعش، وهل نحن في حوجة في رأيك إلى إعادة النظر في القوانين التي سيتم من خلالها محاكمة عناصر التنظيم؟ يعني هذا سؤال مهم للغاية. طبعا أنت تعلم والمشاهد العربي يعلم أن الأدلة في المحكمة هي غير الأدلة التي نتحدث عنها نحن الخبراء. يعني نحن نعلم أن تنظيم ومقاتلي داعش قاموا بفظائع، بجرائم حرب، وصوروا هذه الجرائم، وهذه الصور الحقيقة تدين هؤلاء المقاتلين. في المحكمة تصر على أدلة حسية قطعية تريد الحقيقة. هذه المحاكم الأوروبية، لأن القانون الغربي والقانون الأوروبي يريد أدلة حسية مادية قاطعة. الصور لوحدها لن تشكل هذه الأدلة القاطعة، ومن هنا خوف السلطات البريطانية والأوروبية من أن هؤلاء العديد من هؤلاء المقاتلين لن يتم إدانتهم في هذه المحاكم. هناك حاجة إلى أدلة أخرى لكي تثبت السلطات الأوروبية بما فيها البريطانية على أن هؤلاء المدانين يعني وأعتقد أن العثور على هذه الأدلة قد لا يكون بالأمر الساهل بالفعل. لأنه مسرح بالفعل. الجريمة في دولة مختلفة بالفعل. في العراق وسوريا بالفعل، وهذا هو السبب الرئيسي في رفض معظم الحكومات الأوروبية استرجاع مقاتليهم من سوريا، حيث هم معتقلون لدى القوات الكردية، لأنهم يتخوفون من أن المحاكم الأوروبية بما فيها المحاكم البريطانية لن تستطيع إدانة هؤلاء المقاتلين، يعني اعتمادا على هذه الصور السلفي لوحدها. دعني أسمع إلى ماهر. يعني سيد ماهر، ربما هنالك باب واسع تأتي انتقادات حقوق الإنسان لمصر من خلاله في مسألة محاكمة المتطرفين. يعني تابعنا عملية الإعدام الأخيرة التي تسربت لعشماوي وما إلى ذلك، يعني الرجل منذ اعتقاله إلى محاكمته إلى إعدامه فترة بسيطة، يعني أقل من عامين أو حتى ربما أقل من ذلك إذا لم تخن الذاكرة. أقل من عام، شكرا. نعم، بلا شك هناك انتقادات بكل تأكيد، لكن دعني يعني أكمل يعني أو أتابع ما تحدث به ضيفك الكريم. لا يعني أنا أريد أن أتي إلى هذه من نقطة مختلفة، إنه هذه الانتقادات تأتي وهنالك أسلوب في مصر للتعامل مع الإرهابيين. هل ترى إنه الأسلوب المصري يمكن أن يتم النظر إليه بصورة مختلفة غير صورة الانتقادات، باعتبار إنه فيه نجاعة في التعامل بكل تأكيد؟ بكل تأكيد، ولذلك الغرب الآن في معضلة. يعني كما قال ضيفك الكريم، الآن في معضلة، هو يريد أدلة مادية وحسية على إدانة هذا العنصر، وفي ذات الوقت الانتماء لتنظيم متطرف، تنظيم يعمل تحت الأرض، تنظيم سري، هذه مشكلة حقيقية. كيف تثبت أنت على عنصر يعمل سريا وفي دولة أخرى ويعمل في جو مشحون، في جو حرب، أن تأتي بأدلة مادية قام بها في المكان الذي هاجر إليه وأنه ارتكب عنفا وغيره، فلم يجدوا غير صورة سلفي، وهذه مشكلة سوف يخرج من القضاء. إذن ماذا بعد القضاء حينما يخرج ولا يدان ويفرج عنه؟ هل سيكون عنصرا جوالا في العالم يمارس العنف والإرهاب، أم سوف يكون عنصرا كامنا داخل المجتمع وحينما تسمح له الفرصة يرتكب عنفا وإرهابا، أم سوف يخرج بنفس الأفكار والأيديولوجيا ويعلن ذلك علنا ويقوم بأي عملية ويصبح ذئبا منفردا؟ يعني ولكن هنا المعضلة في مصر، المعادلة إنه كيف يمكن أن نتأكد أن هذه المحاكمة عادلة؟ نريدها أن تكون فعالة سريعة ناجحة. بص، تسير في مصر يعني ما لا يعلمه الآخرون والكثيرون عن المحاكمات في مصر حينما يتم القبض على عنصر إرهابي، أنه يخضع للتحقيق معه في عدة أجهزة أمنية متتالية. أولا جهاز الأمن العام
ثم يليه جهاز الأمن الوطني ثم جهاز الاستخبارات العامة، وإن كان رجلا عسكريا يحال إلى المخابرات الحربية. يخضع العنصر للتحقيق مع هذه الأجهزة، وحينما يثبت أنه كان منتميا ويعترف داخل هذه الأجهزة أنه كان بالفعل مارس الإرهاب يحال إلى القضاء، ويظل في القضاء فترة حوالي عام، يخضع للنيابة العامة للتحقق معه بحرية كاملة ثم يحال إلى القضاء. صعوبة التوصل إلى الأدلة ماهر، والضحايا موجودون، يعني سنتابع هنا أن ضحية من ضحايا جرائم داعش فتاة أزيدية ذهبت إلى المكان الذي أجبرها التنظيم على الإجهاض فيه. دعونا نتابع ونعود. أتمنى لو راجع نفس، يعني حتى لو كانت بيد الداعش، بس أنا وعائلتي كنا يعني عايشين، يعني أخواني عايشي وأهلي، خلي كم سنة، يعني 5 سنوات بس نحن مع بعض، ما فارقونا، خلينا نبتعد لهم، شي يصير بنا خلص، بس ما فقدناهم. هاي الغرفة كانت غرفة أنا وزوجي قاعدين بيها، في هذول البيوت كلهم بيها عوائل إيزيدية كانوا بيها. عرفنا يعني راح يطلعونا من هذا البيت، خفنا من الموبايلات، يعرفون يعني عندنا موبايلات. أنا وزوجة أخويا جبنا عندنا موبايل 2، دفننا هنا، حطينا جوا الأرض، وحتى كان في جقاير. يعني ما بحياتي ما فكرت هذيك اللحظة، من كنت موجودة يعني هنا، يعني ما فكرت في يوم أتحرر، وهسه أنا موجودة متحررة الحمد لله، بس ما نسيت هذول المعاناة اللي سووها. دكتور فواز، ما هم الضحايا موجودين، يعني الضحايا بعشرات الآلاف. بالفعل السؤال الرئيسي في هذا النقاش أن العدالة قضية في غاية الأهمية، العدالة مهمة للضحايا، هناك ليس فقط العشرات الآلاف، مئات الآلاف من الضحايا. تنظيم داعش ارتكب فظائع، جرائم حرب من صلب وذبح وإلى كل ذلك. السؤال الرئيسي، كيف يمكن تحقيق العدالة للضحايا؟ كيف يمكن أيضا تحقيق العدالة للمتهمين؟ نحن نتحدث الآن، أنت للمشاهد العربي، هناك أكثر من 10,000 معتقل ينتمون إلى تنظيم، معظمهم إلى تنظيم داعش في سوريا لدى القوات الكردية. والسؤال الرئيسي، كيف يمكن تحقيق العدالة؟ لأن المحاكم الأوروبية لا يبدو أنها مهيئة، لأن ليس هناك أدلة حسية. الآن يتم الحديث عن إنشاء محاكم دولية في سوريا والعراق من أجل تحقيق هذه العدالة. السؤال الرئيسي هو ليس فقط تحقيق العدالة للضحايا، السؤال الرئيسي، لأن قضية العدالة هي مهمة في التعامل. يعني أنا في هذه النقطة أريد أن أضغط أكثر على مسألة إن وجود الضحايا قد يكونوا يعني يعرفون الذين قاموا بتعذيبهم، الذين قاموا باغتصابهم. طبعا، ولكن نحن نتحدث عن حوالي 100,000 مقاتل من داعش. معظم هؤلاء المقاتلين قتلوا في الحرب، أكثر من 70,000 في العراق وسوريا. ليس كل متهم يستطيع الحقيقة، ليس كل ضحية تستطيع التعرف على كل المتهمين. أنت تتحدث عن جيش، ومن هنا كيف يمكن الحصول؟ بالفعل الموضوع معقد جدا. دعني أختم هذا الحوار المفيد في الحقيقة. ماهر، ما قصة العملات الرقمية؟ يعني هل بالفعل هنالك معلومات عن أن داعش يستثمر ملايين الدولارات، 300 مليون دولار في البيتكوين؟ هذا بالفعل في أخبار كثيرة وتقارير كثيرة تم تداولها بالفعل حول وسائل كثيرة جدا للتمويل، منها هذه العملة الرقمية.
في العالم الافتراضي. وهذه العملة يعني في إندونيسيا قبضوا على شبكة في عام 2017 كانت تحول داعش هذه العملة، يعني تحول أموال عبر هذه العملة الافتراضية. وكانت هناك عنصر آخر من داعش أيضا باكستانية، يعني شاهيناس تقريبا التي المتحدة الأمريكية أيضا في تهمة تحويل أموال رقمية أيضا إلى تنظيم داعش. إذن هناك محاولات منسقة للتعامل عبر هذا في عالم الإنترنت والعالم الافتراضي بالعملة الرقمية، لكن أنا أعتقد أنها لا ترقى بشكل كبير إلى تمويل التنظيم بشكل كامل. التنظيم لا يزال وفق بعض التقارير ومراكز الدراسات الغربية يتحدثون على أن التنظيم لا يزال يملك أكثر من 400 مليون دولار، ولديه أكثر من 4000 عنصر لا زالوا حتى الآن موزعين في مدن وأرياف وقرى وبعض ما يطلقون عليه الولايات. إذن التنظيم حتى في عهد وليه الجديد أو خليفته المزعوم الجديد أبو إبراهيم الهاشمي لديه بعض أوراق القوة، لديه بعض أوراق التمويل، قدرة على التمويل، يعني قدرة على الحشد والاستقطاب أيضا. في هذه النقطة ونحن نتكلم عن أنه رؤوس التنظيم الكبيرة باتوا خارج الساحة، مؤخرا تم اعتقال القردشي في 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 العراق، وهو يعني كان من منظري التنظيم ومن اهم رجاله. ما ورد في حول اعتقال عبد الناصر قرداش او حج عبد الناصر كان شيء غريب جدا من الحكومه العراقيه في الحقيقه. يعني عبد الناصر قرداش قبض عليه قبل مقتل البغدادي باشهر طويله جدا، وهم اعلنوا انه قبض عليه خلال هذا الاسبوع. هذا خطا فادح جدا من الحكومه العراقيه. الرجل قام بمناظره فكريه ايديولوجيه بينه وبين تيار تركي البن علي، ونحن نعلم ان تيار داعش منقسم الى اربعه تيارات، منهم تيار محمد الفرقان وتيار هذا الرجل. استفهام أخرى على قادة التنظيم وطريقة تعمله. ففر إلى قصد. طيب. نعم فر إلى. دكتور فواز، العملة الرقمية وتنظيم داعش. لا أبدا. تنظيم داعش لديه مصادر تمويل تقليدية. ما يعتمد على قضية التمويل الداخلي في العراق وسوريا والخارج. الأرقام العملة الرقمية هي الحقيقة لا ترقى إلى أي مستوى يستغلها التنظيم. التنظيم لديه أمواله الخاصة، استطاع إعادة بناء صفوفه، لديه مصادر تمويلية في العراق وسوريا، وبالفعل يستغل هذا التمويل الذاتي من أجل تمويل عملياته في العراق وسوريا ومناطق أخرى في العالم. يعني ولكن ألا ترى أنه خطير جدا أن يصل التنظيم إلى تمويل عمليات عبر البيتكوين؟ يعني على المختصين أن يسدوا هذا الباب. يعني حتى الآن كل المصادر، كل الأدلة تشير إلى أن تنظيم داعش على الرغم من السقوط الكارثي في سوريا والعراق استطاع إعادة بناء بنيته التحتية، استطاع إيجاد مصادر تمويل خاصة، استطاع رصد صفوفه، يقوم بعمليات نوعية في العراق وسوريا. لأعطيك مثل صغير، في الأسبوعين من الشهر الماضي استطاع تنظيم داعش أن ينفذ حوالي 38 عملية أمنية في العراق وسوريا. يستهدف القوات الأمنية العراقية والسورية، قوات الحشد الشعبي، يغتال مخاطير المدن في العراق وسوريا، شيوع المشايخ، قيادات. وهذه كل الحقيقة يعني اتجه تنظيم داعش إلى ما يسمى بحرب العصابات. وكل هذا يضاف بالتأكيد إلى الجرائم السابقة. وللحديث هذا بقية، أنا أشكرك جزيلا دكتور فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية، ماهر فرغري الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. للحديث بقية، شكرا لكما.